كابتن باسم برحب بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. مبروك النهارده، فوز مهم وفوز مستحق. طبعا الحمد لله، النتيجه طبعا جت في وقتها زي ما حضرتك قلت، احنا بنحاول برضه نهرب من الناحيه المظلم، يعني نبعد عن منطقه الهبوط. يمكن اتعرضنا الفتره اللي فاتت لظروف غير طبيعيه، يعني يمكن هي اللي كانت سبب كبير تواجد انتر كومباني في المنطقه ديت، بس احنا لسه املنا في ربنا كبير، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نستمر على النتائج بتاعتنا. احنا الحمد لله الفتره الاخيره النتائج بتاعتنا كويسه، وان شاء الله لسه يعني لسه في اللعبه، لسه الموضوع ما انتهاش. وانا بس الصوت مش واضح يا كابتن باسم. كابتن باسم، ايوه كابتن اسلام، الصوت مش واضح بس شويه. معلش يا استاذ، احنا راجعين في الطريق. يعني انا بقول لحضرتك طبعا بنحمد ربنا على النتيجه بتاعت النهارده، نتيجه مهمه في وقت احنا محتاجين فيه مكسب. زي ما حضرتك قلت، احنا بنحاول برضو نخرج من النفق المظلم عندنا او المنطقه بتاعت منطقه الهبوط، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه النتائج تفضل كده، ونهرب ان شاء الله من منطقه الهبوط ديت، ونبقى في المنطقه الامنه باذن الله. المباراه النهارده يعني كان في لغط شويه على واعتراض من الجهاز الفني والاداري، الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، على ركله الجزاء اللي احتسبت لايسترن كامباني، وحاله الطرد طبعا لاحمد الشيخ لاعب المصري. وبعد الرجوع للفار الحكم المباراه اكد صحه ضربه الجزاء. يمكن احنا النهارده خدنا حقنا الى حد ما، يعني يمكن احنا خدنا حقنا في ضربه الجزاء، هي فعلا ضربه جزاء وتستوجب طرد. لكن لو حضرتك هتتكلم على اعتراض كابتن حسام او كابتن ابراهيم، احنا معظم الانديه دلوقتي بتعترض على الحكام، لان احنا فعلا عندنا منظومه التحكيم بشكل عام محتاجه اعاده هيكله. يمكن الفتره الاخيره بظل وجود خبير اجنبي الوضع اتحسن شويه، لكن برضو مش دي المنظومه اللي احنا نتمنى تبقى موجوده. احنا اكتر فرقه تعرضت للظلم في الدوري الممتاز في فتره وجود الفار، يعني انا حتى في وجود الفار انا ما خدتش حقي. لو حضرتك اتفرجت على ماتش الاتحاد، كابتن امين عمر خلص علينا زي بلغه الكوره كده، خلص علينا. يعني ضربه جزاء، الفرقتين ما يعرفوش ان هي ضربه جزاء، يعني الفرقتين حتى الفريق المنافس حتى ما اعترضش. يعني حضرتك لو في كوره مشكوك فيها بتلاقي اعتراض، بتلاقي مثلا الجهاز الفني بيتكلم مع الحكم. لا، لكن احنا في اخر المباراه ونتيجه 2-2 في ماتش الاتحاد، ضربه جزاء وطرد، والحكم يرجع للفار ويشير يعني باستمرار اللعب. كوره ثانيه في لعيب معانا وشه اتخيط بطرزات الجزمه في وشه، برضه تستوجب طرد، مفيش الكلام ده. يعني هو الجهاز الفني للمصري يعني شايف برضه لا، هي ضربة جزاء، ان في مجامله. اتفضل. لا مفيش مجامله حضرتك، لا يعني لحارس المرمى وضربة. حارس المرمى ضربه الجزاء اللي احتسبت للمصري، وان حارس المرمى لايسترن كامباني ما تمش طرده، واكتفى الحكم بالانذار بس. هي ما تستاهلش طرد، هي ضربه جزاء صحيح لكن ما تستاهلش طرد. مش منعه من تسجيل هدف مؤكد؟ طب ما هو خد ضربه جزاء، ما هو طبيعي. أيوة، ما هو لازم يشارك. هي نفس، لو هتيجي تتكلم في نفس الحاله، هنا اتمنع احمد الشيخ، منع لاعب الايسترن كامباني من تسجيل هدف مؤكد، نفس الامر بالنسبه لحارس ايسترن كامباني، منع يعني لاعب المصري من تسجيل هدف على كلام هدف مؤكد. اسلام، اتفضل. على كلام حضرتك يعني كده اي ضربه جزاء، ما هو جم بيعمل ضربه جزاء ما هو بيمنع هدف كده، اي ضربه جزاء بقى تبقى طرد لحارس المرمى. لا، انا بتكلم على الحاله دي، ما بتكلمش على لا الحاله ما تستدعيش طرد طبعا. ما تستدعيش طرد. لا لا، ده حارس مرمى يعني هو بيشترك على الكوره، خلاص ما قدرش يوصل للكوره، حصلت عرقله، ضربه جزاء وخد انذار. شايف ان ايسترن كامباني ممكن يعني بعد تطور او تحسين النتائج في الفتره الاخيره ممكن يهرب من قاع والله يا كابتن اسلام، والله لو احنا في اي دوري غير الدوري المصري كان زماننا في مكان غير اللي احنا فيه، لكن في ظل وجود مش عايز اقول عدم، يعني خليها عدم المساواه يعني في كل حاجه. بمعنى يعني ايه؟ وضح لي. نادي ايسترن كومباني النادي الوحيد في الدوري الممتاز اللي ما عندوش اعلان. مفيش اعلان ليه. تمام. دايما بنتعرض، او انديه الشركات بشكل عام بتتعرض ل يعني لمش
بسبب ان احنا عايزين نحافظ على الانديه الجماهيريه. بس كابتن باسل يعني انا معاك، انا معاك في ده لما انت تكون يعني ما تكونش اضعف دفاع في الدوري، انت داخل فيك 48 هدف، معاك لما ما تكونش انت تلقيت 13 هزيمة لغاية دلوقتي، يعني ده ايه علاقته ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا تعرضت، انا ده اللي انا كنت بتكلم فيه من شوية، ده كويس ان انت حضرتك فتحت الموضوع ده يا كابتن باسل. 1-0 زي 2-0 زي 3-0 الثلاثة بونت بيروح، لكن في مباراة بتبقى واقف على هدف، هذا بيجيب لك 3 بونت. ايوه انا بتكلم ان احنا بقينا بنروح دلوقتي سواء في صراع القمه او في صراع القاع لامور بعيده عن ال 90 دقيقه، يعني انت فين لعيبتك وفين اداء الفريق يعني من بدايه الموسم؟ أنا لما يعني انت النهارده لما كسبت يا كابتن باسل حد منعك من المكسب؟ على ايه؟ انت النهارده لما كسبت حد منعك من المكسب؟ ما انا مش على طول وانت بتكسب فريق كبير وجهاز فني طبعا كبير جدا، واحنا برضو الحمد لله اشتغلنا كويس، ويعني والكابتن علاء واللعيبه كان عندهم اخلاص وجهد وتعب في الملعب، لكن احنا مش كل ماتش لازم نتظلم، يعني عشان ماتش مثلا خدت حقي يعني الماتشات الثانيه طبعا ما خدتش حقي في الماتشات دي، خدتش حقي حضرتك يعني. هل انت شايف حضرتك ارجع للحالات التحكيميه، ارجع لولا يعني للامانه الواحد برضو ما يحبش يصرح. انا لو قابلت حضرتك في اي وقت هوري لك انا التليفون بتاعي، الرسائل اللي جايه لي من مسؤولين بيقولوا لا ليكوا ضربه جزاء واضحه، في ظلم. انا حكم فار بعد الماتش جه قال انا ظلمته. ده في ماتش ايه؟ والله العظيم هذا حصل في ماتش ايه؟ يعني انا بقول لحضرتك في ماتش سموحه الاولاني انا لينا ضربتين جزاء. تمام؟ كان مين الفار؟ كان مين حكم الفار يا كابتن؟ كان كابتن وائل فرحان. جه في الدور الثاني في مباراه قال لي لا انت فعلا اتظلمت في ماتش سموحه. طب هقول لك ايه ثاني؟ طيب ماشي ده بقول لحضرتك دول ده ماتش. هل معلش يا كابتن اسلام، لو نادي ليه ظهير اعلامي او ليه جماهير او نادي ليه شعبيه هيتعرض للظلم زي نادي انديه شركات يا كابتن باسل؟ ده الانديه اللي ليها ظهير اعلامي وظهير جماهيري غير طبيعي بيقول لك احنا مضطهدين. خلاص يبقى احنا عندنا مشكله في التحكيم بشكل عام بقى، اما الانديه كلها بتشتكي لا يبقى احنا عندنا مشكله في التحكيم بتاعنا. طب ليه ما نقولش ان في قصور في نادي الايسترن كامباني خلال الموسم؟ ليه ما نقولش ان انتوا بداتوا بفوقه؟ على كلام حضرتك اتفضل ممكن هكمل. الانديه كلها بتشتكي يعني، معلش الانديه كلها عندها قصور. ايوه بترمي، ايوه انت بترمي الشماعة. خليني ماشي مع حضرتك ان احنا كابتن باسل، كابتن باسل ليه ما نقولش ان انت الصحوه عند حضرتك في النادي جت متاخر؟ لا مش كده برضه، انا كابتن اسلام اتظلمت حتى لو غلط اخد حقي. ايوه حتى بس لو الفرقه عاديه بطل اخد حقي، مش 48 عارف انت لو 48 جول برضه ده مش مقياس. هقول لحضرتك ليه؟ اتفضل. هقول لحضرتك ليه؟ طلائع الجيش، طلائع الجيش بتكسب الماتش بفرق جون. المركز الكام دلوقتي؟ عمر الاهداف ما كانت مقياس. ولا انا كلامي غلط؟ لا انا بتكلم انت ممكن بس معلش انا زي ما قلت لحضرتك، انا زي ما قلت لحضرتك 1-0 زي 2-0 زي 3-0 بيروحوا 3 بوم. انا بشوف ان احنا محتاجين يعني انت تيجي تشرفنا يعني في الوقت اللي يسمح لحضرتك فيه ونتكلم بمنتهى الموضوعية فيما يحدث، لان دي حالة عامة انا بشوفها للاندية. والله ان كل فرقة. خلينا نقف على المشكلة، انت عندك كاس العالم اللي جاي عندك كم حكم مصر في كاس العالم؟ مفيش ولا حاجة. يبقى انا عندي قصور في منظومة التحكيم، الامر واضح يعني. معلش انت بتتكلم على دولة بحجم يعني مصر، يعني هو التحكيم سبب ما عليها. وصل اليه. انا عندي حكم، عندي ابراهيم نور الدين يعني معلش يعني بيتعامل مع اللعيبه بتاعت ايسترن كومباني بطريقه، ولعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز بطريقه تانية مختلفه خالص، بيتعامل بطريقه يعني معلش. لا احنا اللاعب لازم يحس ان هو واخد حقه. ما تتعاملش مع لعيب باسلوب انا معاك اجريسيف قوي وتيجي في الناحيه الثانيه بتطبطب وبتعمل، لا مش صح. انا يعني معاك في ان تطبيق العداله ده شيء مهم.